مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. بعدما أعلن في وقت سابق اللاعب مينغويري لاعب نادي نيسار الفرنسي عن قراره النهائي باختياره اللعب مستقبلا في صفوف المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الجزائري، أين أكد اللاعب غويري بأن هدفه هو الوصول لصفوف المنتخب الفرنسي في القريب العاجل. إلا أن مدرب نادي نيسار الفرنسي صدم اللاعب مينغويري بتصريحات قوية حينما أكد له بأنه لا يمتلك المستوى اللازم الذي يمكنه من الالتحاق بصفوف المنتخب الفرنسي الأول، وذلك نظرا لامتلاك منتخب فرنسا العديد من النجوم ذات المستوى العالي والذين ينشطون مع أكبر النوادي الأوروبية في نفس المنصب الذي يلعب فيه اللاعب مينغويري. ووصل مدرب نادي نيسار الفرنسي كلامه بالقول بأن على اللاعب مينغويري مواصلة العمل أكثر فأكثر والانتقال بعد ذلك للعب في صفوف أكبر النوادي الأوروبية، بالإضافة يجب على اللاعب مينغويري التألق مستقبلا في أكبر المنافسات الأوروبية إن أراد الوصول لصفوف المنتخب الفرنسي الأول. ومن جهتي الشخصية أرى بأن مصير اللاعب مينغويري سيكون نفسه مصير اللاعب حسام عوار الذي أصبح خارج حسابات المنتخب الفرنسي الأول بسبب تألق العديد من المواهب الشابة في نفس المنصب الذي يلعب فيه حاليا اللاعب حسام عوار، على غرار المتألق والوافد الجديد لصفوف نادي ريال مدريد إدواردو كامافينغا. سلام.